صديقنا طبعا العزيز احمد ثابت. كريم، خليني ابدا معاك ب دور الشعبيه في عقود الرعايه. هل بالفعل هذا الكلام هو كلام حقيقي؟ طبعا. ولا احنا بنجيب الكلام ده من جيبنا؟ لا، نحب نطلعه ونطلعه. في البدايه طبعا عايز ابارك لقناه النادي الاهلي طبعا الفوز بالجائزه في مهرجان الفضائيات العربيه. اكيد طبعا شيء مهم جدا جدا لقناه النادي الاهلي ان هي بتؤكد ريادتها في الجزئيه دي، والحمد لله الجائزه طبعا كنا شفنا كلنا الاحتفال وحاضر يعني كبار ممثلي الاعلام والفضائيات في مصر بخلاف طبعا اكيد جمهور النادي الاهلي، وهربطه طبعا بعقد بموضوع الرعايه. وطبعا مبروك للنادي الاهلي الوصول فعليا حاليا، يعني النادي الاهلي اعتقد وصل رسميا لمبلغ 1.3 مليار جنيه و يعني 1.3، وقابل للوصول الى مبلغ 1.9 مليار جنيه او ما يقرب يعني من 2 مليار جنيه بعد ما ينتهي من بيع كل الحقوق الخاصه بالرعايه خلال الاشهر القادمه. طب ايه بقى النقطه المهمه الناس تفهمها؟ ان اكيد مليون في الميه الرعاه اللي بيدفعوا المبالغ الهائله اللي احنا بنتكلم عليها دي اكيد عندهم فرق بتعمل دراسات للسوق وفرق تسويق، وعندهم متخصصين ما بيدفعوش الفلوس دي لمجرد ان هم يعني مثلا يعني بيحبوا الاهلي مثلا، يعني لا ده بيزنس وده حتى لو ده شعار مثلا يعني لا او اي او حتى هم يكونوا اهلاويه مثلا يعني لا ده بيزنس وده شغل، وفي الشغل ما في يعني في حقوق، في ان انا النهارده عايز مصلحتي وعايز اكيد مصلحه النادي اللي انا بتعاقد بالظبط. وبالتالي نقطة مهمة من عقود الرعاية للأندية يا كابتن إسلام، هي إيه الأدوات اللي النادي بيمتلكها عشان يقدر يسوق الشعار ويسوق التيشيرت ويسوق النادي؟ إحنا بنتكلم النهاردة النادي الأهلي على مدار 100 سنة في وجهة نظري واحد من أهم الأسباب اللي دايما بتخلي رعاية النادي الأهلي كبيرة إنه الجمعية العمومية للنادي الأهلي عندها سيستم في اختيار مجالس ادارات النادي، وبالتالي دايما بنشوف مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ بيضم يعني مجموعه من النخب الرياضيه والنخب الرياديه في المجتمع المصري ككل، وبالتالي الرعاه بيثقوا في مجلس الاداره وبيدوا له يعني بيحبوا ان هم يشتغلوا دايما مع مجلس اداره النادي الاهلي، وبيمثلوا جمعيه عموميه كبيره وجمعيه عموميه عندها طريقة معينة في اختيار من يمثل. الجزء الثاني الشعبية ده جزء مهم جدا وانا عايز اقف عنده، ان هو في السنوات الاخيرة بدأ ياخد مسار علمي اكتر من حتة ايه ان احنا قاعدين النادي الاهلي بيشجعه 40 مليون، النادي الزمالك بيشجعه 60 مليون، النادي الاسماعيلي بيشجعه 30 مليون، فنبدأ حتى ان اعتقد برضو كان جه النادي الاسماعيلي فترة من فترات وقال انا عايز اتساوى في البث والرعاية مع الاهلي والزمالك. لا، نقطة مهمة جدا ان بقى في شركات يا كابتن اسلام متخصصه في حصر وحصد الشعبيه للانديه، منها مثلا مركز بصيره في مصر، ده مركز متخصص بالاحصاء والقياسات الشعبيه داخل الرياضه وخارج الرياضه. في 2015 الناس عملوا احصائيه ووجدوا من الشريحه اللي هم اختاروها ان قالوا ان جمهور النادي الاهلي من محبي الكره في مصر يبلغوا 72%. من قيمه 48 ساعه رابطه الانديه المصريه عملت استفتاء على الحساب الرسمي بتاعها، والاستفتاء ده شارك فيه ما يقرب من 200 الف واحد. دي شريحه برضه طبعا، لان اكيد النهارده مليون في الميه مفيش شركه هتيجي تعمل استفتاء ما بين 50 مليون واحد، مستحيل. هم بيختاروا شريحه، يا سبحان الله نتيجة الاستفتاء برضو طلعت 72%. هي علي اللي كفافس فيها فعلا أليو ديانج بلقب رجل الجولة الأولى. فاللي عايز أقوله أن الناس لازم تفهم أن الشركات وهي بتختار طبعا جزء الشعبية ده مهم جدا 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 جدا، لأن أنا المنتج بتاعي النهاردة بس أنا وعندي منتج اسمه منتج كريم سعيد وبروح اتعاقد مع النادي الاهلي، انا مثلا المنتج بتاعي هيتحط في ثلاث فروع، هيتحط في الجزيره، هيتحط في مدينه نصر، هيتحط في الشيخ زايد، وكمان ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفتره القادمه بيفتتح فرعه
الرابع في التجمع الخامس. في حاجات كتيره جدا الناس تفهم ان هي مش كوره بس، صحيح، مش بطولات بس، مش هاجي اقول هو انا اخر سنتين اخر ثلاث سنين عملت، لا لا لا، ده موضوع كبير. واضافه ده طبعا اكيد احتلال النادي الاهلي لقب مثلا نادي القرن في افريقيا، النادي الوحيد في افريقيا اللي معاه اللقب ده. تاني هو اكتر نادي تتويج في البطولات الافريقيه، اكتر نادي تتويج في البطولات المحليه، وكمان النادي الاهلي يملك لا يقل عن 50% او 60% من لاعبي المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وبالتالي الرعاه بيحبوا ان اللعيبه دي يظهروا ويبرزوا منتجاتهم من خلالهم. طيب